صديقي المشاهد يا مساء الفل عليك. خلونا نبدا الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. واخيرا يا صاحبي السلسله اللي دايما بنستناها سلسله افضل تطبيقات وتطبيقات النهارده عجبتني جدا جدا، فخلونا نبدا الفيديو نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك. دايما رافعين راسي وتوصلوها، فانزل تحت دوس لايك وبس كده. مشاهده ممتعه. نبدأ يا صاحبي بأول تطبيق، والتطبيق ده فكرته عجبتني جدا، لكن التطبيق مش موجود للأسف على متجر جوجل بلاي، فهتضطر تنزله من اللينك اللي سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. التطبيق يا صاحبي بيخليك تصور فيديو أو صورة بطريقة ما حدش يتخيلها، فأول حاجة هنعملها ندخل على اللينك اللي هتلاقيه في وصف الفيديو تحت عن طريق متصفح جوجل كروم. هيحولك على الواجهة دي، هتضغط على المستطيل الأخضر اللي فيه كلمة داونلود أو تحميل، وبعدين نضغط تحت موافق، فهيتحمل عندنا بطريقه سهله وبسيطه. هتدخل يا صاحبي على مدير الملفات بتاعك، وبعدين على التنزيلات او الداونلود، وتعمل تثبيت للتطبيق، بعدين تعمل له فتح، ويطلب منك انك تديله شويه صلاحيات، وكل عليك هتضغط على متابعه، بعدين حسنا، اكسبت، اوكي. فهيظهرلك التطبيق يا صاحبي الواجهه دي عشان تصور صوره او فيديو، كل عليك تضغط الخيار اللي تحت اللي هو ايميج، بعدين نضغط اوكي. فهيظهرلك يا صاحبي الشاشه السوداء بمجرد تمسك موبايلك وتضغط على الشاشه السوداء في اي مكان، هتلاقيه بياخد صوره وشها كلها سوداء ومش باين اصلا ان تطبيق الكاميرا عندك مفتوح. فجرب انك تصور صوره وبعدين ارجع ورا، افتح الاستوديو بتاعك، هتلاقي الصور اللي انت خدتها بطريقه سهله وبسيطه. هنفتح التطبيق تاني ونضغط على الفيديو، وبعدين نضغط اوكي. دلوقتي يا صاحبي مجرد ما ضغطت على كلمه فيديو، التطبيق بيبدا اللي هو يصور لك فيديو. جرب انك تحرك الكاميرا في اي مكان، شاشه الموبايل عندك سوداء، هتلاقي الموبايل بتاعك بيصور الفيديو. عشان توقف تسجيل بتضغط على زر الرجوع، بعدين نفتح الاستوديو، هتلاقي الفيديو اللي انت صورته بالشكل ده. عايز تعدل في التطبيق، نستخدم مثلا الكاميرا الاماميه، بتفتح التطبيق وبعدين نسحب الشاب صبعين، هيفتح لك شويه خيارات. هنضغط على الخيار ده يوز فرونت كاميرا، وبالتالي دلوقتي لو جينا جربنا مثلا ناخد صوره ونضغط على الشاشه، هتلاقيه بياخد صوره بالكاميرا الاماميه بتاعتك والشاشه سوداء. نفس الكلام بيتطبع على الفيديو، فتطبيق جميل جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو تحت. نروح على التطبيق الثاني. ده تطبيق يا صاحبي عجبني جدا، ليه بقى؟ عشان التطبيق بيفلتر الاشعارات اللي بتجيلك، بينظم لك كده كل اشعار بيجيلك، لو مسحت اشعار مش عارف توصل له تاني هيقدر يجيبه لك، بينظمهم لك كده بطريقه جميله، هنفهم دلوقتي ازاي. وكل علاش عشان نحمل التطبيق ده هندخل كالعاده على جوجل بلاي ونبحث عن تطبيق فلتر بوكس ونعمل تثبيت للتطبيق ده. التطبيق ده بقى يا صاحبي محمله اكتر من 10000 شخص، التقييم بتاعه 4.8، حجمه 5 ميجا. مجرد تثبيته بنضغط فتح، بعدين نضغط على السهم ده ونديله الصلاحيات اللي هو عايزها، تمام بالشكل ده. هيظهر لك بالواجهه دي، وهتلاقي يا صاحبي كل تطبيق تحت الاشعار بتاعه، مثلا الماسنجر تحت كل الاشعارات بتاعته، الواتساب كل الاشعارات بتاعته تحته، طريقه منظمه كده. ولو مثلا انت عايز تلغي اي اشعار منهم بتسحبه فبينتقل تحت وتقدر توصل له بعدين. ده في حاله لو انت مثلا حاسس الاشعار اللي جاي لك ده مش مهم دلوقتي او مش عايز تقراه دلوقتي، وشايف ان الواتساب مثلا اهم شويه، ماسنجر اهم شويه، والاشعار اللي جاي لك مثلا من تطبيق تاني بتلغيه فبينزل تحت، ممكن ترجع له بعدين. وفي خاصيه جميله جدا انك تقدر تبحث عن اشعار معين، يعني مثلا جالك اشعار مش فاكره قوي وفاكر منه كلمه، بتضغط على خيار البحث اللي تحت ده وتبحث على الكلمه اللي انت فاكرها، فبيجيب لك الاشعار بتاعك بطريقه سهله وبسيطه. ولو ضغطنا على الخيار اللي تحت ده بيجيب لك احصائيه، مثلا ماسنجر مستغل مساحه كبيره جدا من الاشعارات اللي جايه لك، مثلا الواتساب، تعرف من خلاله انت مثلا لغيت كام اشعار، فلترت كام اشعار. فتطبيق جميل جدا، هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. التطبيق اللي بعده يا صاحبي واللي عجبتني فكرته، لو مثلا عندك سكرين شوت وفيها كلام وعايز تطلعه، لو مثلا زميلك بعت لك ورقه وعايز تطلع فيها الكلام، المدرس بتاعك بعت لك مثلا صور مذكره عايز تطلع من الصوره دي الكلام اللي فيها، هتقدر من خلال التطبيق ده. عشان نحمل التطبيق ده هندخل على جوجل بلاي ونبحث عن تطبيق نسخ النص الموجود على الشاشه ونعمله تثبيت. التطبيق محمله اكتر من 1,000,000 شخص، حجمه 5 ميجا، صغير، التقييم بتاعه 4/5. نعمل له فتحه كالعاده يا صاحبي، بيطلب شويه صلاحيات، بنديله سماح، بعدين سماح، هيظهر لك الواجهه دي. وهنا بيخيرك يا صاحبي انك تصور صوره، مثلا صوره للكتاب او لورقه عندك موجوده في الواقع وعايز تطلع منها الكلام، او انك بتضغط على الخيار ده وتختار صوره اصلا عندك على الجهاز بالشكل ده. وبعدين بيطلب منك انك تحدد اللغه، سواء مثلا الورقه دي باللغه الانجليزيه، عربيه، اي لغه تختارها. بعدين نضغط هنا جوت ات، بعدين علامه الصح، نستنى شويه لحد ما يطلع الكلام من الصوره، وبعدين نضغط هنا هتلاقيه طلع لك الكلام على هيئه نص. تقدر تاخد النص ده كوبي تحطه في اي مكان انت عايزه، تطبعه من جديد بطريقه اللي تعجبك، تبعته لاصحابك على هيئه نص، على الواتساب، على الماسنجر، اي مكان يعجبك، عن طريق انك تنسخ النص من هنا
او انك تعمله شير من الخيار اللي جنبه، ولو الكلام بالانجليزي او بلغه تانيه ممكن انك تضغط هنا وتحمل التطبيق ده فبيترجمه لك تلقائي بطريقه سهله وبسيطه. فرابط تحميل التطبيق ده والتطبيقات التانيه سيبها لكم في وصف الفيديو تحت. لينا يا صاحبي، واشكرك انك وصلت لنهايه الفيديو. سوشيال لايك، عايزين نوصل الفيديو لاكثر من 5000 لايك. شير بقى مع اصحابكم على الواتس والفيس عشان بيدعمني جدا. شوفوا الاربع فيديوهات دول، هيعجبوك جدا، واشوفكم الفيديو الجاي. والسلام عليكم.